لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة 4/2 يناير، والنهاردة القمر موجود في برج القوس من الساعة 10 الصبح. عندنا كمان المريخ موجود في الحمل، وعندنا فينوس في العقرب، وعندنا المشتري وعطارد في القوس، والشمس وزحل وبلوتو في الجدي، ونبتون في الحوت. عندنا كمان اورانوس بيتراجع في الحمل. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل النهاردة عندهم القمر في منزل الحظ، وده بيديهم حظ رائع على كل المستويات. يقدروا يحققوا مكاسب مالية وتقدم وتطور في مجال مهنتهم، وكمان اجتماعيا هيكون عندهم استعداد يحطوا نفسهم مكان الاخرين ويقدروا مواقفهم. نروح بعد كده لبرج الثور. ومواليد برج الثور النهاردة عندهم القمر في منزل المدخرات، وده بيديهم افكار خلاقة تساعدهم على زيادة دخلهم. اشوف ان النهاردة بالنسبة لمواليد برج الثور يوم مناسب كمان للبيع والشراء. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. ومواليد الجوزاء النهاردة عندهم القمر في مواجهة برجهم، ومطلوب من مواليد الجوزاء يكونوا متحفزين عشان ما يصطدموش بشركاء حياتهم. مطلوب كمان من مواليد الجوزاء ما يتسرعوش في حركتهم وما يتسرعوش في قراراتهم الشرائية. نروح بعد كده لبرج السرطان. ومواليد السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل العمل، بيديهم قوة ونشاط، ويقدروا ان هم يخلقوا لنفسهم فرص هائلة، وكمان يعملوا شغلهم على اكمل وجه. نروح بعد كده لبرج الاسد. ومواليد الاسد النهاردة عندهم طاقة عاطفية هائلة، فده بيقربهم قوي من الاحباب، وكمان لو عندهم اولاد يقدروا يحققوا تفاهم وتواصل افضل مع اولادهم، ويعرفوا ان هم يعبروا عن مشاعرهم بجرأة. وكمان على الصعيد المهني هيكون عندهم القدرة والاصرار ان هم يوصلوا لأهدافهم وينجزوا اعمالهم بحماس وبقوة. نروح بعد كده لبرج العذراء. مواليد العذراء النهاردة عندهم القمر للأسف معاكس، ومطلوب من مواليد العذراء ان هم يحاولوا يقاوموا التوتر اللي جواهم والمشاعر السلبية، ويحاولوا يوازنوا علاقاتهم العائلية والاجتماعية. وكمان مطلوب من مواليد العذراء ان هم يحاولوا يقاوموا ميلهم لاسترجاع الذكريات المؤلمة، يعني ما يسيبوش نفسهم دايما للأفكار المتشائمة أو للخبرات المؤلمة. نروح بعد كده لبرج الميزان. ومواليد الميزان النهاردة الحظ بيحالفهم جدا، لأن القمر في منزل العلاقات، وده بيديهم لباقة ودبلوماسية، ويعرفوا يوطدوا علاقتهم بناس كتير، ونشاطاتهم هتزدهر أكتر. اشوف كمان انه النهاردة يوم مناسب لو عاوزين يعملوا انترفيو، كمان يوم حلو ممكن يجمعهم بالاخوة وبالاحباب. نروح بعد كده لبرج العقرب. ومواليد العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل المال، وده بيدي لمواليد العقرب قدرة ان هم يحطوا خطط حلوة لتنمية فلوسهم، ويعرفوا يحطوا نظام وسط اي فوضى حواليهم. نروح بعد كده لبرج القوس. والقوس النهاردة القمر في برجهم، وده بيديهم كل الادوات اللي تخليهم ينطلقوا في طريقهم، يعني الطريق مفتوح قدامهم، ويقدروا كمان على الصعيد العاطفي ان هم يكونوا مؤثرين جدا في الجنس الاخر. نروح بعد كده لبرج الجدي. ومواليد الجدي النهاردة هيكون عندهم القمر في المنزل ال 12، والنهاردة مواليد الجدي اشوف ان هم بيميلوا للتحفز، وده شيء كويس هيكون مناسب ليهم، وهو فعلا مطلوب منهم يكونوا متحفزين، ما يعلنوش عن خططهم، ويتجنبوا الزهو والفخر بنفسهم. نروح بعد كده لبرج الدلو. ومواليد الدلو النهاردة عندهم الوضع الفلكي
داعم جدا، اجتماعيا هيكون عندهم صحبة حلوة، اشوف انه يعرفوا النهاردة ان هم يختاروا الاصلح ليهم. على الصعيد المهني هيعرفوا يختاروا كويس وياخدوا قرارات مناسبة، وعندهم كمان قدرة على تنمية اعمالهم، ولو عندهم مشاريع خاصة هيكون عندهم قدرة على تنمية مشاريعهم الخاصة. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت. النهاردة عندهم القمر في وضع معاكس، واقول مواليد الحوت مهم جدا النهاردة انكم تتمهلوا في اتخاذ القرارات، وما تاخدوش قرارات مصيرية متسرعة، وحاولوا تتجنبوا المغامرة. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهارده.